على مدى الايام هذه كل ملاحظ تفاعلك العالي في الريالتي ورجال ما شاء الله تبارك الله سايق اجل حلو. هل توقعك انك راح تستمر 90 يوم على نفس المستوى هذا على 16 ذي؟ والله انا اقول لانك الى الان ترك فارق. اقول والله اني اقول وانا صادق راجعوك الجنة. اقول لك اقول جمهور توني ما بعد بديت. هذا ما قد بديت. والله اني اقول وانا صادق اني ما بعد بديت. يعني اتوقع الريتم راح يستمر 90 يوم على نفس المستوى القادم افضل من اللي راح. انا 16 ذي اقول لك كل يوم احس اني توني بادي في اول يوم من البرنامج. حلو والله صدع كبير. الله يقويك ان شاء الله. اللهم امين واياك. امرني يا قلبي. ما ادري يا هذا كركم. هذا كركم خليها صفراء. مهارات وحط حطيه جب. انت قاعد تعلمهم. مالي الرفيدز الا رفيدزه. في ضيق ولا في سعه؟ اي والله لكان تقاس الدرجات انا ويا الرب. اي والله يا ولد يا ولد. ايش تسوي انت؟ دحنا. مضغط يا سلام. انا اظن اني باكل من طبقكم انتم. اي والله اني صادق. والله كنا متمنين كبسه كان زي لك كبسه الربيع غايب شيطانها. انت تسوي بعد ايش حطيتوا؟ اي حلو البهارات والكركم مخلط حقها. البهارات وين؟ انا هذه يا كثر الزيت كثر شوي شوي شوي. ايوه انا شوف شوف العلم عز الله ان سعد جاب العيد. ليه ليه؟ سعد جاب العيد بيني وبينك انا. اي عادي عن 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 ذا ابو عقاب يا ولد تحاول ما تكعني بالقهوه يا ولد والله ما جاب العيد. ها الا انت يوم احتفلت علينا احنا عز الله انك صادق. اي بالله نصلي ونصوم. اي بالله انا جبت العيد. شوف انا يوم قلت اني باكل من عندكم انا يا سعد لو تشوفه كيف ماني اشهد بالامن خبص. يلا يلا روح 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 سكر سكر روح روح شو اسمه سوداء هذا روح بس صلاح سلطان شو حطوا بعد؟ هم شغال والله اني مجتهد والله والله العظيم رجال نجتهد الرب يوفقه اللهم امين. لكن اسمع روح طل طل يا ولد بسالك شهر عقاب راح